اهلا بحضراتكم من جديد. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. مباراه بطعم الفانيلا الحمراء. ينجح النادي الاهلي في تحويل تاخره بفارق 12 نقطه في النصف الاول الى فوز بفارق 24 نقطه. الف مليون مبروك الى طبعا مراسلنا محمد توفيق من ارض الملعب ولقاء مع الكابتن اشرف توفيق. اتفضل يا محمد. واضح ان محمد لسه مش جاهز في لقاء مهم مع الكوتش اشرف توفيق. المباراه يعني اروح لضيوفي كابتن نبيل. يعني الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك للجمهور ومجلس الاداره ولينا جميعا. الف مبروك يا كريم. الف مبروك كابتن هيثم. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي والف مبروك للاعيبه والف مبروك لينا كلنا. كده كابتن نبيل النادي الاهلي قدم في مباراه قبل نهائي. ننتظر مباراه المرتبط فقط يوم السبت ان شاء الله. بالنسبه للاهلي والزمالك مش هنقدر نعمل كده. لازم نستنى الكبار كمان. يعني لازم نستنى الكبار لان برضو يعني الفرقه دي يعني خلال الكوارتر الثالث والرابع جايبه 62 نقطه. صحيح 62 نقطه. تنقل ليه اجيب 29 الاول والثاني؟ هم بس رجعوا يلعبوا بروح، رجعوا يلعبوا مستواهم. واضح جدا كل واحد رجع لمستواه، وواضح ان كمان ما بين الشوطين حصل كلام معاهم في الموضوع ده، فده وضع طبيعي يعني. كريم ازاي ما شاء الله يعني نجحنا؟ انا بقول مباراه بطعم الفانيلا الحمراء لما متاخرين ب 12 بونت في الفتره الاولى او النص الاول ونرجع تاني المباراه ونتفوق بفرق 24 نقطه. بتهيألي مباراه كبيره. طبعا طبعا يا كابتن هيثم. ده الفرق ما بين النهارده درس نقول في قبل وبعد. النهارده درس اتحط كده قدام اللعيبه قبل وبعد. الشوط الاولاني والتاني كان حاجه، والشوط الثالث والرابع كان حاجه تانية خالص. وزي ما قلت لحضرتك ما بين الشوطين ان اكيد الكابتن اشرف توفيق في يعني زي ما نقول دش سخن ما بين الشوطين في اوضه اللبس. الاهلي نزل الثالث والرابع بروح تانية باختلاف تاني. يعني النهارده زي ما حضرتك بتقول اللي يعمل الفرق ده كله الروح. روح الفانيلا الحمراء بالظبط. اللي يعمل الفرق ده كله الديفنس. اللي يعمل الفرق ده كله ان شايفين لعيبه بتموت نفسها على الكره الثانيه. شايفين لعيبه عندها حاله من حالات انكار الذات. دي ماتشات القمه. تعمل ديفنس يبقى عندك روح الباسكت. بعد كده هيجي هنشوف مين اللي ماشي النهارده وهنلعب عليه. نجم المباراه من وجهه نظرك مين يا كابتن؟ او نجوم المباراه يعني كلهم نجوم طبعا. تمام. ولكن بيتميز مجموعه من اللاعبين ودي سنه الحياه يعني. مين يا كابتن؟ يعني انا خليني يعني هقول لحضرتك على حاجه. نجم الماتش النهارده هو الديفنس والروح. تمام. تمام يعني دي تيجي في المرتبه الاولانيه. دي في المرتبه الاولانيه. تمام. تمام انا بعيدها تاني لانها مهمه جدا. نيجي في المرتبة الثانية نأكد على إن في عمرو الجندي، إيهاب أمين، أليكس يونج لما أخذ الموضوع بجدية أكتر، مودي أبو النصر طبعا كان عامل ديفنس جامد، مودي الجرحي كان قادر يمشي ملعب مع اللعيبة، مودي من اللعيبة اللي وجوده في الملعب ما بتحسش إن في مشكلة. محمد مصطفى مودي. تمام. ومودي طبعا يعني كان هايل، عنده ثقه في نفسه جداً. وعمل ماتش كويس جدا كبدايه ليه ماتش اهلي وزمالك. كل لعيبه بصراحه كانوا كويسين. ما نقدرش ننسى عمر طارق، هو يعتبر دخل الاهلي في الجيم في الشوط الاولاني والثاني. انا مش عارف هو ما يعني ما شاركش بعد كده، هل في اصابه مثلا او حاجه زي كده؟ انا بطمن عليه. في مباراه السبت طبعا. بالظبط كده. فالف مبروك للروح والديفنس حقيقي. ونحب نقول برضه هارد لك نادي الزمالك. قدم مباراه طبعا في الربع الاول والثاني. مباراه فنيه كانت قويه الحقيقه. بنقول نادي الزمالك طبعا هارد لك. ولكن كابتن نبيل اجل حضرتك، يمكن النهارده مولد نجوم مباراه القمه بيبقى فيه مولد نجوم. حضرتك شايف النهارده من النادي الاهلي مين اتولد في هذه المباراه بغير اللي احنا عارفينهم؟ هو طبعا كل لعيبه الاهلي جوم، لكن ممكن يكون مودي الصغير النهارده. مودي اللي هو محمد مصطفى. تمام. يعني عمل مباراه كبيره على اساس ان هو اول مباراه جامده بعد فتره طويله يبقى في النادي الاهلي ويلعبها. لعبه في التامين اداله خبره كابتن. لعبه في التامين اداله خبره. لكن ما تنساش ان احنا ساعات بتجيب لاعب لما بيجي يلعب في نادي الاهلي نتيجه الضغوط ما بيقدرش يأدي. صحيح. هو في ضغوط جامده في المباراه دي وكمان بعد الكوارتر الاولاني والثاني الضغوط تضاعفت، ومع ذلك هو
ادى طبعا، زائد خبره مودي الجرحي وان هو قدر في وقت معين يمسك الجيم. مودي عنده ميزه، مودي الجرحي. طب استاذنك يا كابتن، لازم نطلع لزميلنا محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب ولقاء مع كابتن اشرف توفيق. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، حضرتك مره ثانيه بعد انتهاء المباراه وفوز كبير للنادي الاهلي على نادي الزمالك بنتيجه كبيره، يمكن معانا بقى يعني كابتن اشرف توفيق نجم اللقاء النهارده، تحول في الاداء بشكل كبير جدا من اول كوارترين وتاني كوارترين، اعتقد فرق شاسع في الاداء، اعتقد ان الفضل يرجع بشكل كبير لكابتن اشرف توفيق النهارده. يعني كابتن اشرف برحب بيك في البدايه والف مبروك الفوز والاداء النهارده. الله يبارك فيك. الاول احيي الكابتن هيثم والقدير كابتن نبيل بخيت وابن الغالي كريم ديف في الاستوديو. لا الفضل لله طبعا، الحمد لله بدانا وحش قوي قوي شوطين، يعني شويه تجانس على ان احنا بدانا متاخر، كملنا متاخر يعني، فما فيش حفظ كويس للشغل. انما الحمد لله في الثالث والرابع قدرنا ندافع كويس، قدرنا نفصل الاجنبي والكروج. بحيي ابو النصر ومودي الصغير ومودي الكبير وايهاب امين، الناس اللي هم يعني تولوا الدفاع عليه، قدرنا نفصله لان كان عامل لنا مشكله. عالجنا شويه الترانزيشن ديفنس بتاعنا كان وحش، اتعالج الحمد لله. وبعدين كانت نسبنا وحشه قوي في الشوطين الاولانيين، اتوفقنا في الثالث والرابع يعني الحمد لله الحمد لله، فالفضل بيبقى من عند ربنا الحمد لله. لك الاختلاف في الاداء ما اختلفناش، اكيد حضرتك قلت كلام للولاد ونفذوه في الملعب، يعني اهم وابرز الحاجات اللي قلتها لهم، شايفين تحول لاكثر من رائع في الاداء؟ هو طبعا احنا يعني الزمالك فاجئنا بان هم ماسكين الاجنبي بالخمسايه وانس بلوكر فعيد له تحت، فخدت مننا وقت شعبه ما حليناها الحمد لله يعني، انما لقينا لها حل وقد كان يعني بدا نستفيد من اليكس، كان وحش قوي الشوطين الاولانيين. فأكيد وانت بتيجي تلعب في فرقه انت بتكتشفها لاول مره لان مدرب جديد وما لعبوش حاجه قبل كده، فلا احنا مش مسجلين لهم انما هم مسجلين لنا، لان اكيد هو الراجل شاف يعني شغلنا السنه اللي فاتت وكده، فكان هو مظبط عليه احسن، احنا ما كناش قادرين نظبط على حاجه. انما الحمد لله بحيي لعيبتي ان هم قدروا يعني يقوموا من غفله كانت طويله، لان 20 دقيقه كتير كتير. الحمد لله الحمد لله. تحضير للمباراه الثانيه ان شاء الله يعني ما فيش فرق يوم السبت على طول، التحضير للمباراه الثانيه هيبقى شكله عامل ازاي؟ عندنا بكره تمرين ساعه من 7 ل 8 هنظبط فيها شويه شغل وفقا بفضل الله فضل الله النتائج المرتبطه، لازم نعمل روتيشن للعيبه ان عندنا اصابات بس عندنا اولاد صغيرين كويسين ان شاء الله، يعني ربنا سهل نشوف الاول نتيجه المرتبط بناء عليه هنلعب ازاي بكره. نمرة 2 ودي الاهم، هنظبط حاجه كده معينه في اوفنس وديفنس يعني في الساعه بتاع التمرين ان شاء الله. شكرا كابتن متوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم يعني ده كان لقائنا مع كابتن اشرف توفيق المدير الفني النادي الاهلي، ومكملين لقاءات مع نجوم كتير من النادي الاهلي، ومعانا دلوقتي يعني كابتن محمد ابو النصر، يعني اعتقد الثلاثيات بتاعته هي اللي رجعت الاهلي في المباراه سريعا وعملت الفرق في السكور ده. كابتن محمد يعني الف مبروك الفوز وطمنا عليك في الاول، الف سلام عليك. الحمد لله الله يسلمك. طبعا الحمد لله عدت على خير، وقعت كانت جامده شويه بس الحمد لله يعني قمت وادينا قادر امشي والحمد لله يعني الحمد لله على الفوز. طبعا فوز مهم كنا مستنيينه ان احنا نشوف شكل الفرقه السنه دي هيبقى عامل ازاي، والحمد لله طلعنا بشكل كويس وقدرنا نلم بعض. كانت بدايه الماتش مش موفقه بس الحمد لله فوزت الجيم قدرنا نلم بعض وقدرنا نعمل جيم كويس، و يعني اهم حاجه البطوله، احنا بنبص لقدام يعني. طبعا ماتش الزمالك ماتش مهم بس احنا بنبص البطوله، يعني نفسنا ناخد الثلاثيه ان شاء الله ويكون ده هدفنا السنه دي باذن الله. يمكن الزمالك تغيير اللاعب الاجنبي وكمان تغيير المدير الفني اعتقد فرق، يمكن كان الزمالك بشكل مغاير قبل التوقف وبشكل دلوقتي تاني مختلف تماما. طبعا الزمالك فرقه كبيره وفريق محترم وجايبين مدرب على اعلى مستوى طبعا، واحنا احترمناهم ومن اول الجيم يعني، احنا حتى السنه دي كل الفروق بين اي فرقه والتانيه هي بتختلف في الروح وانت عايز ايه. الفروق بين لعيبه انا ما بشوفش ان في فروق عاليه قوي بين لعيبه، على قد ما كل فرقه ازاي بتلم بعضها وازاي عندها روح المكسب وهدفها ايه السنه دي، هي داخله السيزون هدفها البطوله ولا هدفها تعمل سيزون كويس وخلاص يعني. طبعا هو فريق محترم واحنا احترمناهم بس ربنا وفقنا الحمد لله وكسبنا يعني.
كابتن اشرف قال لكم ايه بقى في النص بين الكوارتر الاول والثاني والكوارتر الثالث والرابع؟ والله بلاش يعني الكلام ده على الهواء عشان ايه لكن طبعا كابتن اشرف يعني يعتبر زي اخونا الكبير ووالدنا، يعني احنا بنحتاج يعني لازم نمتص غضب، وهو طبعا كان يعني متضايق جدا من بدايه الماتش، بس الحمد لله احنا يعني لعيبه كبار وعرفنا ان احنا نلم نفسنا، ويعتبر ده اول ماتش برضو احتكاك قوي السنه دي، مهما لعبنا ماتشات قدام ما بيبقاش زي الرسمي، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نلم بعض ونرجع تاني في الجيم ونكسب الحمد لله. يعني حبيبي كابتن التوفيق في الجاي ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك في دور الثمانيه دور المرتبط مباراه الذهاب. يا رب كل يوم فوز جديد وانتصار جديد لابطال الصالات والنادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي رقم واحد. الكلمه ليك كابتن هيثم وضيفك الكرام. الزميل محمد توفيق من ارض الملعب، شكرا جزيلا ليك، ويا رب دايما كده يكون زي ما بيقول محمد، يكون دايما ايامنا كلها انتصارات للنادي الاهلي. كابتن نبيل، اجل حضرتك، يمكن نادي الزمالك يعني شاهد تفوق في الشوط الاول والثاني، انت شايف اختلاف نادي الزمالك قبل المدرب الاسباني وبعد المدرب الاسباني الاختلاف ايه؟ هو الزمالك بيلعب كتيم وورك، بس حاجه انت قلتها هي اللي اثرت برضه عليه. الزمالك لعب ضاغط في نص الملعب على اللعيبه بتاعتنا خلال الكوارترين الاولانيين، ده اثر بدنيا عليه في الثالث والرابع، فيعني اعتقد ان بقى فيه شويه انخفاض في المستوى البدني، ده نتج عنه ان احنا قدرنا ستيل كتير، جرينا فاست بيك كتير، بقينا نشوط مستريح عن الاول. نعم عمرو الجندي شاط من مسافات بعيده، بس برضو يعني اللعيبه كلها شاطت بشكل احسن الكوارتر الثالث والرابع بتاعتنا. يعني حضرتك شايف ان ارجاع فرق المستوى يمكن في الاول والثاني والثالث والرابع وانخفاض المستوى البدني لفريق نادي الزمالك؟ لا، وارتفاع مستوانا يعني الفرقه بتاعتنا لعبت بروح ولعبت بجديه وادت بقوه طبعا لما لقيت ان المباراه ممكن تبقى فيها مشكله. في نفس الوقت المستوى البدني بتاع لعيبه الزمالك ما بقاش زي الكوارتر الاولاني والثاني. صحيح. نتيجه برضو ان هو ما عندوش مجموعه اللعيبه يعني عنده لعيبه كويسه جدا، بس ما عندوش يعني لعيبه كتير تقدر تسد مكان بعض، خاصه في مركز 4 و5. 4 و5 زي ما قلنا عنده مشكله تحت الحلقه، اثنين لعيبه فقط، لو في تغييره بيحصل دروب قوي تحت الحلقه. طب كريم برضو نفس الكلام، يعني الشوط الاول والثاني انت قلت ان احنا عندنا سكواد كويس، هيبقى كابتن اشرف عنده حلول حتى لو لاعب مش موفق في الثاني في الثالث في الرابع، قلت الحمد لله عندنا امواج من اللاعبين يستطيعوا ان هم يتولوا المسؤوليه. هل الكلام ده حصل فعلا يا كابتن؟ هو الكلام ده طبعا يعني حصل، بس برضو انا يعني متخيل كابتن اشرف في الشوط الاولاني والتاني لما تبص تلاقي الفرقه كلها مش في المود، فانت ما انتش عارف يعني تبص كده في اللعيبه اللي انت شاركتهم وعمل روتيشن للعيبه كتير، فطبعا انا متخيل ان هو كان في حيره ان يعني مين النهارده فايق. صحيح. تمام، ده كان يعني ملوش اجابه في الشوط الاولاني والتاني. لما الروح بدات ترجع وبدانا نشوف اللعيبه بتموت نفسها، بدات بقى يظهر ان في مثلا حد يبدا يخش في الجيم بشكل احسن. يمكن في الشوط الاولاني والثاني هنقول ان فرديا شويه عمر طارق وايهاب امين كانوا الاثنين اللي بارزين شويه، اما انضم عليهم بقى عمرو الجندي، بعد كده اليكس يونج، بعد كده ابو النصر، بعد كده مودي. زي ما حضرتك انت ممكن تبقى يعني ليك بصمه في الماتش، بس مش لازم تبقى انت اللي بتجيب سكور. صحيح. تمام، فبدات الاوراق تبان بقى قدامه، فبدات الدنيا تبقى اسهل شويه. فطبعا هو اكيد كان في حيره في الاول خالص ان اللعيبه كلها كانوا مش بالظبط كده، كان وضع مقلق الحقيقه. صحيح. طب قول يا كابتن برضو نفس السؤال، شايف فريق نادي الزمالك قبل وبعد تولي المدير الفني الاسباني المسؤوليه، شايف في فرق ايه في اللعب؟ شايف يعني ايه الاختلاف يعني؟ تمام، هو طبعا احنا ممكن هنقيم نادي الزمالك على الاول والثاني، ان هم في ثالث ورابع حصل دروب جامد، فطبعا زي ما الكابتن نبيل تفضل وقال ان طبعا ما عندوش تغييرات كتير. تمام، ولكن واضح ان اللعيبه مثلا هنقول انها بدنيا حاليا والانسجام اللي ما بينهم يديهم مثلا شوطين شوطين ونص. هو اكيد يعني هيخلص وهيروح هيذاكر هيشوف الفرقه محتاجه ايه هيشتغل عليها، بس طبعا هو واضح ان هو يعني في شكل الفرقه. طيب تمام، ممكن شكل الفرقه مش بالظبط، في لعب جماعي، في لعيبه يعني مستواها ارتفع عن الفتره اللي فاتت،
يعني انا متاكد ان هو هيعمل هوم ورك كويس اكيد بالظبط كده. ما دي الرياضه عامه يا كابتن. خلينا نشوف برضو عايزين نرجع نحلل الارقام اللي احنا شفناها وقلنا عن اللاعبين يمكن النسب والحاجات دي، ولكن خلينا نطلع الفاصل يا كابتن، نطلع الفاصل سريع ونرجع طبعا للاستوديو التحليلي عشان نحلل طبعا المباراه فنيا ونشوف نقاط القوه والضعف كانت في المباراه بالنسبه لنا كانت ايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا وعدنا مباراه بطعم الفانيلا الحمراء. النادي الاهلي ينجح باقتدار في تحويل الدفه بالكامل، تاخر 12 نقطه في احداث النص الاول لفوز الفريق 24 نقطه. الكلمه او كلمه السر هي الروح. النادي الاهلي اول ما دبت زي ما بيقولوا الروح في الجسد، روح الفانيلا الحمراء، لقينا فرقه تانية خالص. والحقيقه احنا كنا عندنا ثقه او احنا بنتفرج على الماتش الحقيقه ان شاء الله هنكسب، لان احنا احسن والفرقه متجهزه كويس، والفرقه خلينا نتكلم كده مصروف عليها كويس، وكان ينقصنا الروح، والروح دبت في الفريق. ارجع لضيوفي كريم، رجل المباراه في ظل الظروف اللي احنا قلناها دي كابتن اشرف توفيق، ان هو يقدر يعمل ترانزيشن في الفرقه من هنا لهنا، دي يعني كانت صعبه صعبه الحقيقه. طب صعب. من نادي الزمالك، نادي الزمالك متهيألي وولتر هوج برضو كان يعني مؤثر. خلينا نقول مؤثر، مش هيبقى يعني ما بانش ان هو نجم بالشكل مثلا زي اللعيبه اللي عندنا اليكس يونج مثلا حاجه زي كده، بس هو الحقيقه مؤثر. كابتن نبيل، رجل المباراه في النادي الاهلي. وطبعا كريم يختار الجهاز الفني يعني، فانا طبعا مش هختار زيه. هختار عمرو الجندي، عمرو الجندي وابو النصر كمان كدفاع يعني الاثنين ممكن يبقوا راجل المباراه. نادي الزمالك، نادي الزمالك انا بتوقع ان انس هو يعني وولتر طبعا لعيب جامد جدا ولعب، بس هو برضو يعني اعتقد ان هو تعب او مثلا لعب اثنين كوارتر او اثنين كويس جدا، اثنين تانيين ما كانش يعني بنفس المستوى، لكن انس برضو كان كويس جدا وكان تحت الباسكت يعني تعب النادي الاهلي جدا، وبرضو خروجه كتير ده برضو اثر على فرقه الزمالك. طب لعبه المباراه يا كابتن بوجهه نظرك ايه اجمل لعبه في المباراه؟ يعني هو طبعا في كذا لعبه، بس كانت اقواها هي الشوتين بتوع عمرو جندي. الشوتين معلش انا متحيز لعب المباراه. لا هو لا ما انت اخترت وجه المباراه، هو يعني كوره كانت يعني يا ريت يا جماعه الزملاء كانت مؤثره وقلبت المباراه يعني. الكره اللي هي كانت اخر الكوارتر الثالث وبرده في واحده في الكوارتر الرابع صح؟ دي كانت افضل من وجهه نظرك افضل واحده في نص الكوارتر الثالث، واحده تقريبا في اول الرابع البعيده بتاعت اللي هي البعيده دي، منهم واحده مودي دخل كده خد الناس عليه وطلعها له وكان اندر بريشر ومع كده جابها. طب وانت وجهه نظرك ايه لعبه المباراه؟ انا برضو مع كابتن نبيل نفس اللعبه، لان كمان هي فيها ان الفرقه كانت مموتة نفسها في الديفنس جامد وبعد كده خلصت بشكل كويس قوي، فاللعبه دي يعني تلخص فعلا شكل الماتش النهارده، ان انت بتعمل ديفنس عندك روح بعد كده تروح تجيب باسكت، فده انا مع كابتن نبيل 100%. بس في كوره مهمه يعني ممكن ما تبقاش اهم كوره في المباراه، بس انت قلت لي واحنا بنتفرج لما الزمالك قلب زون والكوره جت لمودي صغير وشاطها جابها، انت قلت لي واحنا قاعدين ايه؟ كابتن نبيل. كابتن نبيل ده واحد كابتن نبيل قلت لي يا كابتن. لا هي الكره دي كانت مهمه، لان هو لو ما كانتش جت كانوا هيفضلوا يلعبوا زون وكانوا هيجروا علينا فاست بريك، فكان كانت هتفقد الثقه شويه في اللعيبه بتاعتنا ان هي تصوت، فلما جت يعني ما قدرش يكمل زون ورجع مان تو مان، لانه حس ان النادي الاهلي عنده شوترز كتير. يعني حضرتك شايف ان الكره دي كانت مهمه ليه؟ لانه كان غير نوع الدفاع. كان غير نوع الدفاع، نزول دفاع ممكن، وكان بيجرب ان هو يرجع للجيم عن طريق ان هو تغيير نوع الدفاع دوت، فمثلا ما نجيبش فيجري فاست بريك فيبتدي يقرب مننا تاني. الثري بوينت كمان يعني قضت عليه، يعني خليته خلاص انا الفرق بقى 15 مثلا بونت، فمش هقدر اعمل. وبص يا كابتن دي مجموعه احنا يعني عديناها بسرعه، ملخص سريع لعمرو الجندي وكوره المؤثره الحقيقه في المباراه، وانا الحقيقه يعني انا ماليش راي خالص، انا راجل مذيع طبعا، ضيوفي هم اللي لهم الراي الفني. فطبعا الاختيار عمرو الجندي يعني كان اختيار طبعا يعني نجوم الاستوديو التحليلي، وعمرو فعلا كان ليه دور كبير في عوده المباراه، يمكن يا كابتن حتى الروح روح. يعني حتى هو كان بيشجع زمايله، يعني انا عايز يعني يا رب يجينا الكره 3 بونت اللي حطها ورجع في نهايه الشوط الثالث. الحقيقه انا حسيت ان البنش نزل الملعب، يعني بتهيألي هي دي يا كابتن. يعني بص لو جت الصوره وكملنا عليها نلاقيه رجع اللعيبه، بص يعني يا ريت حتى يا جماعه جيبوا لنا الكره دي، الكره يعني هو الكره الثانيه هو مودي حتى راحوا سلموا على بعض كده ضربوا بعض في الهواء، وللاسف مودي وقع. مودي وقع، ما فرق بقى سرعات وفرق الكوتش باله. ايوه ما خدش باله عمرو.
بس هو يعني خليني اقول لك يا كابتن انه الملعب يعني هي دي يا كابتن، هي دي هي دي، خلينا بس نشوفها كده للاخر يعني. بص الفرحه وبص الروح يعني، هي دي روح الفانيله الحمراء. بص بص اللعيبه انا بتهيألي خد كميه ضرب عمرو هيرجع جسمه بيزرق شويه بتهيألي يعني الكره كانت حلوه ويمكن اللعيبه كلها اتجمعت عليها. هي دي الروح، ويعني تحس ان النادي الاهلي النهارده لعب بالروح الفانيله الحمراء اللي احنا دايما بنفرق بيها عن اي حد يا كابتن. دي حقيقه، دي حقيقه يعني كابتن هيثم، دي حقيقه يعني. وخليني طب اول حاجه برضو حته يعني فنيه شويه، انه انت في الملعب بتبقى مش شايف الرؤيه زي ما احنا قاعدين برا، اعصابنا مهما كان اهدى شويه طبعا. ودي لقطات اليكس كمان يعني، بشكركم يا جماعه فعلا انتوا كده يعني بتدونا ملخص سريع للاعبتنا. ده اليكس ولعبه الحلوه. خلي بالك برضو كريم قبل ما اروح للحته الفنيه، اليكس خد كورتين كده باك دريبل وراح راجع ستيب باك وشاط كورتين تاتا بونت، يعني دي كره برضو كانت مؤثره برضو كانت يعني. اليكس يانج برضو عامل كره برجل واحده كده عملها صح، برجل واحده شفتها انت دي لف وحطيتها برجل واحده كل برضو. اليكس يانج يمكن حط له 20 نقطه، احنا مش حاسينك يا كريم. والله كابتن هيثم هو ده اليكس يانج تمام، ان هو فعلا بيجيب سكور كتير وانت مش حاسس تمام، ف يعني ده اللعب بتاعه. بس يعني هو طبعا خد وقت شويه على ما دخل جوه الجيم، بس هو يعني الثالث والرابع عمل هي دي الكره اللي كابتن نبيل كان بيقول عليها اللي شاطها برجل ونص برضو عدوها لنا كتير يا جماعه. الكور دي يعني بتبقى يعني بنحبها كتير. اتفضل يا كريم. انا اسف. لا لا ابدا، انا متفق مع الكلمه اللي قالها كابتن نبيل في الاول، احنا بنتكلم ان هو فعلا احسن محترف موجود في الدوري تمام. بس هي الفكره كلها ان هو خضنا في الاول شويه يعني مش الاولاني والثاني عشان كده ما تدوش راجل مباراه عشان خضنا يعني هو المفروض ان هو محترف، المفروض يبقى ثابت حتى لو الفرقه مثلا بتدلع او مثلا حصل تراخي او كده. المفروض هو لا، بعد كده اتجه للكلمه اللي احنا قلناها ان هو اتجه للحكام كتير في الكوارتر الاولاني والثاني. كل كوره بيبص الحكم، ده ضربني، ده لمسني، وده كان بيأثر في رجوعه السريع كمان. ف فريق الزمالك تجري علينا كتير لما ابتدى يلعب من غير ما يفكر في موضوع الحكام والفاولات. ده مستواه. كابتن رايك في التحكيم؟ احنا مش بنقطع، احنا مش هنقول وحش ولا كويس، بس احنا التحكيم عنصر من عناصر اللعبه، فلازم نتكلم عن التحكيم طبعا. كل الاحترام ومدربينا واساتذتنا وحكامنا وحضرتنا من فوق، بس لازم نقول راينا. رايك في التحكيم يا كابتن؟ تمام. هو انا شايف ان التحكيم بقاله كذا سنه يعني بيمر باحسن فتراته تمام تمام. احنا خلينا نقول ان الحكام مستواهم يعني في الماتش كويس جدا، بس هم ممكن تقول ان مثلا في بعض الحكام محتاجين احتكاك شويه، محتاجين ياخدوا ماتشات كبيره شويه تمام. لكن بصراحه هم المجموعه اللي موجوده حاليا من احسن فترات التحكيم اللي موجوده. صحيح تمام، صحيح. انا شايف كده، بس خليني برضه اقول ان كان النهارده برضه في بعض الاخطاء، ولكن برضه معذورين الحكام لان كان في فتره توقف، هنتكلم ده بالتفصيل. خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع لاستوديو التحليلي. وصراحه ليله مميزه، فوز طبعا النادي الاهلي في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه جات لنا بعض الارقام من ارض الملعب، الحقيقه تخص لاعبي نادي الاهلي و يعني ادائهم في المباراه. كريم قول لنا بعض هذه الارقام. تمام. احنا نقول ارقام ايهاب امين تمام، 18 بونت تمام، 7 اسيست و8 ريباوند، يعني حط 18 نقطه، 18 نقطه، عمل 8 مساعدات يعني عشان الناس ممكن ما تفهمش، عمل 8 ريباوند تمام، كور متابعه بالظبط كده، كور متابعه و7 اسيست اللي هو يعني بيساعد حد ان هو يجيب باسكت تمام كده. الافيشنسي بس تؤدي للباسكت بالظبط كده. ودي ملخص برضو نقط ايهاب امين برضو بنعرضها وحضرتك بتتكلم. اتفضل يا كابتن. الكفاءه العامه بتاعته في الماتش 31 تمام. طبعا اتفضل. طبعا اليكس يونج الرقم اللي جالنا بس مع الاحصاء بتاعته 23 بونت تمام. عمرو جندي 20 بونت والكفاءه بتاعته في الماتش 22. فنسيب التعليق لكابتن نبيل. يعني اكس اعلى واحد مسجل وما حسيناش. لا هو لا هو جاب وانا كنت حاسسها صراحه. يعني ممكن على الافشنسي بتاع ايهاب ان هو يبقى احسن لاعب في الفرقه، على اساس ان هو جايب عدد نقاط كتير، وهتلاقي الاسيست بتاعه كتير، وهتلاقي الستيل بتاعه كتير، وهتلاقي البلوك بتاعه كتير. بس انا برضو انا يعني ايه السبب ان انا اديت عمرو يعني عشان بس ان عمرو هو الكامباك يعني في الوقت، يعني الوقت ده هو اللي جاب فيه الباسكت، يعني هو نقطه التحول ان انا في الوقت ده وانا بعوض النقط، لا بدخل واخد فاول وكاونت وباكد وبلعب بقوه وبرجع الروح لاصحابي او لزمايلي في الملعب. ف يعني ممكن يكون مثلا اليكس جاب اكتر،
بس أليكس جاب برضو لما احنا شوية علينا جاب بسكور كتير لما ابتدينا نرجع للجيم، لكن قبل كده ما كانش مثلا السكور بتاعه بنفس بنفس المعدل ده. طبعا إيهاب لعيب جامد جدا وبصراحه هو بيبقى جندي مجهول. ترجع لايه ان الافشنسي او الكفاءه بتاعت إيهاب أمين بالرغم ان هو ما سجلش عدد نقاط اكتر ولكن هو اعلى كفاءه، ترجع ده لايه؟ هو عمل حوالي مثلا مش اقل من ما بين 5 ل 8 ستيل، ده غير البلوك، ده غير الريباوند، عمل 8 فممكن يكون هو جايب 18 مثلا كتالت واحد، لكن الريباوند والستيل والبلوك مثلا كذا مره هو بيعمل بلوك مع ان هو مش لعيب طويل، ده هو بيخلي الافشنسي بتاعه بيبقى عالي. صحيح يعني ده يفسر بشكل كبير الافشنسي بتاعه. طب كريم تعليقك على الارقام دي يعني. انا يعني مش هبعد عن الكلام اللي طبعا قاله كابتن نبيل، ان طبعا يعني إيهاب أمين عنده ميزه ان هو بيعمل اسيست كتير وبيشارك في الديفنس بالريباوند او الستيل، فتقدر تبص له حتى لو لقيت البوينتس بتاعته في الماتش قليله شويه، بس هو معوض بحاجات تانية كتير. تمام. أليكس يونج ده زي ما نقول ايه، ده اللي هو اللي احنا عارفينه. تمام. هو ممكن يجيب سكور كتير، بس هو طبعا زي ما كابتن نبيل كان بيقول ان النهارده كان يعني كنا عايزينه يجيب السكور في الوقت ما احنا كنا محتاجينه. يعني يمكن يكون بدا يحس بان ان احنا خدنا الليد شويه، بقينا عاليين شويه، فبدا ياخد راحته شويه في اللعب. صحيح. الماتشات الكلوز لا، هو لازم يرجع زي ما فنش الدوري، يعني لازم يبقى هو الـ 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 يعني او هو او اللي ماشي معاه، بس يعني احنا يعني ده اللي مستنيينه. احنا بنحلل يعني، احنا بنقول بالظبط. يعني في اوقات هتبقى يعني بص، هو اللعيب المحترف في اوقات في التاف تايم او الوقت اللي هو الصعب اللعيبه هتديك الكوره، انت لازم تخلص بالظبط كده. تمام. فهو ده وده اللي خلى كابتن نبيل يختار عمرو اللي هو ان هو جه في الوقت المهم كده. يعني تصدى للمباراه وحملها على عاتقه وبدا يفتح الملعب ليه بالظبط. يعني هو اول مثلا بدايه الشوط الثالث كان الزمالك برضو بيجيب باسكت، ما قدرناش نوقفه في اول دقيقتين تقريبا حاجه زي كده. كان اللي بيجيب باسكت الناحيه الثانيه كان عمرو الجدي. تمام. بعد كده لما بدانا ناخد يعني الكور الثلاثات واللي عملها عمرو الجندي هي اللي بدات تدخل الفرقه في الجيم وانها تاخد الليد، وبعد كده الماتش يمشي بالشكل اللي احنا شفناه. طب كريم انا عايز اسالك سؤال يعني ممكن معلش يمكن السؤال ده اكتر لكابتن نبيل لانه كان لاعب ارتكاز ولاعب ارتكاز منتخب مصر وقوه بدنيه ما شاء الله يعني كبيره. سيف سمير برضو يعني انا ما حطش سكور عليه يمكن، ولكن شالنا تحت الحلقه في وقت مهم وقفل وفي الناحيتين قدر بشكل كبير يدعمنا. الكلام ده صحيح يا كابتن ولا شايف رؤيه ثانيه؟ سيف سمير رغم ان كان من فتره صغيره كده برضو كان ظهره بيوجعه وبتاعه كده، هو فهو برضو يعني كان بيلعب بس كان قلقان ان هو يعني مثلا يتصاب، لان من الواضح ان برضو عدم نزول عمر طارق ده في حاجه يعني مش طبيعي، لان عمر طارق كان كويس، فمعنى كده ان هو كان تعبان او مثلا في حاجه ضايقته، ففضل الجهاز الفني ان هو ما يلعبوش. فهو شايف فتره مهمه جدا هو وعبد الفضيل وحمدي على اساس ان الفتره دي برضو كانت مهمه وكان فيها الكامباك بتاع فريق النادي الاهلي. يمكن برضو عمر طارق في البدايه تحمل جزء كبير لما يعني نزل كان ما حدش يجيب باسكت غير هو في الفتره دي هو كان كويس يعني كويس جايز يعني مثلا من القليلين اللي كانوا في كوارتر الاولاني والثاني كويس عمر طارق. طب ارجع لك كريم برضو الحته دي بتاعتك بقى يعني الحته دي انت اكتر لعيب مميز بيها. شفنا ابو النصر عزل هوج فتره كبيره في المباراه، عزله يعني بقى وشه في وشه طول المباراه. شايف دي كانت نقطه تحول يا كابتن؟ طبعا انا زي ما بقول لحضرتك كابتن اشرف دايما بيدي الوظيفه دي للعيب من الفرقه. تمام. الفرقه دلوقتي فيها ناس ممكن ثلاثه او اربع لعيبه يقدروا يعملوا الرول ده او الوظيفه دي، فالنهارده ابو النصر قام بيها كويس جدا. وكون ان انت تمنع كي بلاير مثلا من ان هو يجيب سكور فده بيتحسب لك سكور مكسب. طبعا. تمام. فممكن تكون انت مش بتجيب سكور عالي او حاجه زي كده، بس دورك في الفرقه هو اللي كسب الفرقه. صحيح. تمام. فطبعا ده اد فاليو كبير قوي لما ابو النصر يقدر يقوم يعني بالوظيفه دي على اكمل وجه، الفرقه بتستريح. في الوقت يا كابتن اللي ابو النصر ما اثرش في الهجوم كمان يعني شفناه. لا خالص في الهجوم يعني جاب 3 بوينت في وقت مؤثر، قدر يعمل بنتريشن في وقت مؤثر، رمى نفسه على الكور كتير، ده كل ده مجهود عالي انك تقدر يعني تجري وتبقى برده في نفس الوقت انت في قبل الجري على الفاست بريك او على الهجمه تبقى عامل ديفنس ماسك اهم لعيب في الفرقه الثانيه، ده مجهود مش قليل. وبتهيألي يا كابتن برضو ابراهيم الجمال برضو حته الخبطه اللي اتعرض ليها سبين انكل اللي جاله في رجله يعني كان بادئ كويس وكان ماشي كويس، بس يعني حته الاصابه منعته انه يكمل المباراه، برضو دي كانت نقطه
يعني برضو خليتنا بيني وبينك انا قلت ايه ده مش يومنا شكله مش يومنا كلام يعني ده راي حضرتك في الكلام ده كلام حضرتك مظبوط احنا كنا قلنا لو تفتكر حضرتك ان الكابتن اشرف هيعمل يخلي ناس على البنش بحيث انها تقدر تنزل تعمل الفرق تمام فكان التغيير كان من ابراهيم الجمال كان في الفيز دي او في المرحله دي بس طبعا هو حظه ان هو اتخبط خبطه يعني اضطرت ان هو يطلع بره تلاقيه مثلا على مربط واكد ان الدنيا ما فيهاش حاجه ورجع تاني يلعب فممكن يكون يعني الظروف ما خدمتوش طبعا تمام بس طبعا مع الاسماء والارقام اللي احنا مثلا بنتكلم على ايهاب امين واليكس يونج وعمرو الجندي وابراهيم الجمال صحيح تمام يعني لو بنتكلم على السكوررز اللي احنا مستنيين منهم ان هم في اي ماتش يجيبوا سكور بس النهارده تمام يعني ثلاثه يقدروا يقوموا بالميشن مفيش مشكله اتمنى بس ان اصابه ابراهيم الجمال تبقى احنا شفناه نزل الملعب تاني فطبعا اكيد يعني لسه الدنيا طويله طبعا وهنعرف وهنقول للجمهور طب خلينا نطلع لفاصل كابتن كريم اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع اعلاني ونرجع لحضراتكم كامل كلامنا عن مباراه القمه والنقط الضعف والقوه ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وبفكركم تاني دي كان يوم النهارده الخميس مرتبط والفريق الاول يوم السبت في يوم تاني زي ده المرتبط هيلعب والفريق الاول برضه هيلعب ولكن النادي الاهلي يكفيه مباراه المرتبط فقط ليتاهل للدور اللي بعد كده اللي هو دور الاربعه ولكن اروح لضيوفي كابتن نبيل لو حضرتك يعني مكان الجهاز الفني الان هتستعد لمباراه يوم السبت ازاي؟ هو بالنسبه لمباراه السبت هو تقريبا اشرف لمح للموضوع ده هتعتمد على مباراه المرتبط تمام لو مباراه المرتبط احنا فزنا فيها هو هيفضل تريح بعض العناصر سواء للاصابه او سواء للاجهاد لو في حالات زي كده اهو واشراك بعض اللاعبين الصغار السن سواء من الفرق الصغيره او كده بحيث ان هم ياخدوا خبره وفي نفس الوقت برضو يعني برضو هم لعيبه كويسين جدا طبعا يعني انا اتفرجت عليهم في ماتشات اللعيبه الصغيره وهي بتادي مع فريق نادي الاهلي يعني مش هقول زي اللعيبه اللي طبعا الكبار بس يعني لعيبه جيدين جدا يعني يقدروا يقدموا فطبعا لو باذن الله الفريق المرتبط نهى المباراه بشكل واضح هيبقى السيناريو مختلف خالص عن ان هو لو حصل اي مفاجاه في المرتبط صحيح طب انا اتوقع ان المرتبط بتاعنا باذن الله يكسب والمباراه يعني الجهاز الفني هيريح بعض اللعيبه وهيشارك بعض اللعيبه الصغيرين وده برضو مش معناه ان الاهلي داخل كده ان هو يعني سايب المباراه او حاجه لا طبعا. يعني برضو هو لا المجموعه الصغيره مع المجموعه الموجوده لا تكسب باذن الله يعني ان شاء الله كابتن كريم رايك ايه في المباراه الجايه وكيفيه الاستعداد لها جيدا خاصه انه فريق المرتبط بتاعنا الحمد لله ريحنا النهارده وكسب فيعتبر النهارده كان مباراه التاهل الحقيقيه للفريق الاول تمام كلام حضرتك مظبوط بس احنا يعني طبعا احنا كده كده ما دام في ماتش احنا بنلعب على مكسب تمام كل الكلام اللي قاله كابتن نبيل انا متفق معاه تماما ولكن خلينا نقول ان في لعيبه النهارده مثلا ما خدتش وقت هتاخد وقت اكتر يوم السبت زي مين يا كابتن يعني بنتكلم مثلا في مهيب ابراهيم الجمال لظروف الاصابه اللي كان فيها تحت الباسكت مثلا ممكن نقول سيف سمير عمر طارق حمدي لو عبد الفضيل غير اللي يعني طلع بره السكور كمان بالظبط غير اللي طلع بره السكور حاتم بحيري مثلا لو دخل جوه السكور خلينا نقول ان النهارده مثلا في ثلاث لعيبه كانوا يعني ممكن نقول ايه طمنوا الناس على مستواهم شويه تمام في لعيبه محتاجه تخش في الفرقه في لعيبه محتاجه ترجع لمستواها او يبقى مستواها موجود دي فتره طبيعيه جدا ان احنا كنا في فتره توقف ولسه راجعين الحاجه الثانيه انت حضرتك كلاعب بتنزل ايا كان الخمسه اللي حواليك مش مطلوب ان احنا نلعب نحس ان مثلا ان في لعيبه مثلا اللي هم مثلا جابوا سكور الماتش مش موجودين فنحس ان الماتش ده مش مهم او نحس ان لا ده النهارده الدنيا سايبه زي ما بنقول لا لان السيتويشن ده انت ممكن تحط فيه فاينل دوري نتيجه اصابات مثلا بالظبط ممكن تلاقي اصابات ظروف الكورونا اللي احنا فيها في ناس بتبقى زي الفل بقى فجاه تلاقي تمام بعد الشر عن كل الناس طبعا فالمنتاليتي اللعيب انا نازل اعمل 100% ماتش مهم مش مهم خلاص انك هتحط في الموقف ده في دوري مرتبط في الماتش اللي جاي ممكن تلاقي مثلا لسه كمان ثلاث ماتشات ممكن يبقى فاينل دوري مرتبط مش مهم صحيح تحصيل حاصل صحيح تمام هو نظام البطوله كده صحيح تمام ولكن حضرتك لابس التيشيرت والشورت في الملعب استفيد موت نفسك هات مستواك تمام دي منتاليتي المكسب تفضل موجوده سواء الماتش مهم او مش مهم هتلاقيها بعد كده باي ديفولت بتحصل في ماتش مهمه ما ينفعش تمشي على سطر وتسيب سطر فانت بتدعم بقوه كابتن انه يحصل روتيشن ان شاء الله لانه خاصه ان احنا مطمنين من ناحيه المرتبط طبعًا بنسبه كبيره طبعا فلازم يحصل
سيتويشن عشان مصلحه الفرقه ان احنا نحط نفسنا في سيتويشن قد نتعرض اليه بالظبط كده. بعد كده مزبوط. طب كابتن احنا يمكن كان عندنا ثلاث اصابات بكورونا الفتره اللي فاتت، كان سيف سمير، كان ابراهيم الجمال، وكان حاتم البحيري. تمام. ودي برضو حته قد تواجهنا، وزي ما احنا شفنا حتى في منتخب كره القدم اللي في تونس تعرض 18 لاعب مره واحده، وده خلاص حقيقه في حياتنا كورونا يعني. وشايف ان ده يتكرر، فحضرتك ممكن يتكرر طبعا مع اي فرقه. حضرتك شايف انه زي ما قال كابتن نبيل الاستعانه بالناشئين في الوضع ده مهم ولا لا؟ طبعا، وهو كابتن اشرف توفيق يعني بيعرف يعمل حته كويس. انا من الناشئين اللي هم كابتن اشرف حطينا في وقت كان ما حدش بيحط ناشئين في مصر. صحيح. تمام. كانت الناس ممكن تبص لكابتن اشرف مثلا هو بيلعبني مثلا، بيلعب مودي الجرحي، بيلعب مثلا مصطفى شعوط، بيلعب الجيل اللي هو اللي طلع ده اللي كان فيه نجوم في الوقت اللي كان فيه نجوم كبيره جدا. تمام. فكان الناس ممكن تبص تقول مين دول يعني. عايز اقول ان كابتن نبيل قال كده يعني. حضرتك قلت ان طب هو جرب اللعيبه الناشئين فينا كابتن، شفتهم فين؟ بطوله القاهره مثلا، في بطوله القاهره في الماتشات الوديه، نتيجه ان كان في برضه يعني اصابات كتير في الفتره دي، فكان بينزل هو حتى ان هو اسم عبد الله ناصر اللي جاي معاه، وكان محمود وليد كان بيلعب معاهم، ومالك ياسر واخوه دي اخ تاني صح بيلعب برضه كان بيلعب وكان بيأدي كويس جدا. ابن كابتن مصر علاء زهران مش فاكر الاسم معلش، بس هو لا لعيب كويس جدا. لعيب كويس جدا يعني يعني اللي هو بتاع 20 سنه، لعيب كويس جدا جدا وقوي جسمانيا وبيعمل ديفنس هايل صراحه، لعيب كويس قوي. فلا جرب لعيبه كتير وادوا في الملعب وهو كان مبسوط منهم جدا يعني بصراحه. صحيح ان شاء الله. طب يا كابتن يعني توقعات حضرتك سريعه عن المباراه اللي جايه كده ان شاء الله؟ لا باذن الله، باذن الله يعني نكسب ونأدي اداء كويس، وهم اعتقد خدوا درس من النهارده في التراخي او عدم اللعب بقوه من اول المباراه. فلا باذن الله نكسب ونوصل للدور اللي بعده ونقابل الكسبان من سموحه والجيش باذن الله ان شاء الله. كابتن كريم يعني توقعاتك للمباراة القادمة؟ لا ان شاء الله هتبقى مباراة مكسب بإذن الله، نلعب جامد وبنفس الروح، وزي ما كابتن نبيل قال هم اكيد هيستوعبوا الدرس ما بين الشوط الاولاني والثاني والثالث والرابع، وان شاء الله يعني نعمل ماتش جامد ونكسب بإذن الله. بإذن الله. كابتن كريم ضيف طبعا نجم مصر ونجم النادي. الله يخليك ربنا يخليك، انا اللي بشكر حضرتك جدا، شرف لي، ربنا يخليك. الف مبروك يا كابتن. الله يكرمك. الله يخليك. الف مبروك. كابتن نبيل بخيت نجم مصر والنادي الاهلي ومنتخب مصر والتاريخ الكبير في كره السله، بشكر حضرتك. احنا اتشرفنا ان احنا نكون ضيوف على النادي الاهلي. طبعا يا كابتن، ده بيتكم، ده مكانكم ابدا، ده مكانكم حضرتك، مش ضيوف، انتوا صحاب المكان. الله يخليك. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين، هكذا انتهت الليله اللي بتاع الفانيله الحمراء، الليله اللي احنا يعني اتخضينا فيها شويه، ولكن اللعيبه الحمد لله ادوا فيها كويس وتحولوا طبعا الهزيمه لمكسب. الف مليون مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك الجهاز الفني، الف مليون مبروك اللاعبين، الف مليون مبروك جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو الدافع والمحرك الاساسي طبعا للعيبه والكل اللي انتم شايفينه ده. ونتمنى يا رب تكون التغطيه لهذه المباراه عجبتكم وتليق باسم طبعا جمهور النادي الاهلي ونادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا في حلقه جديده من الابطال ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا جزيلا.